قلت ولا ما قلتش نجي جلول حجز وهيت في الجوال في الجورجيني على خلفية قضية إنستالينجو رغم أني ما عندي بها حتى دخل. بيزور باش يوريك العبس اللي صاير في البلاد هذي. شو مدخلك أنت في قضية إنستالينجو؟ أنا ماليش دخلني أنا، اسأل السيدة اللي عيط لي. ما هو أنا أقول لك على خاطر في فترة ما هي وقتها تحكي على صفحات مشبوهة يديرها موظف من داخل مكتب بنجي جلول في وزارة التربية مجدود في قضية إنستالينجو خدم معك. صحيح كان معايا المفتر، كان معايا ما كانش مع إنستالينجو. شوف كان يدير صفحات عادش بيه، كان يدير حاجة، كان وزير التربية بعد مشاه صفحات وزير التربية يدير 60 صفحة. لا لا وبعد مشاه يدور صفحات وزيرة الشباب والرياضة، ثم رئيس الحكومة أدار صفحات رئيس الحكومة وبعد أدار صفحات. أنا مرة لقيت صفحة بالصفحات لازمنا تسب فيه، قلت وعليش قال لي رأي بعتها باركلير. أنا شو كان ثم شخص في سوسة قال لي نحب ندخل معك الحزب، قلت تفضل ومسجل جبربي مسجل. فهمت بعد كي بدا يقول ستالينجو بيهم وبيهم وعليهم، قلت له انا والله قعد معايا مره هذا تاع ستالينجو عرض عليه خدمات، قلت له لا ما يساعدنيش انا ما نحبش. هذا نفس الشخص اللي توا اي تاع ستالينجو عرض عليه، قلت له عرض عليك قبل ما يكون معاك في وزاره التربيه ولا من بعد نجي جلول؟ بعد وانا ما عرفتش وين ستالينجو. وبعثكم السيد خطوا علاش تسب في العباد، وانا بعد زرت حكايه ستالينجو ولتو ما نعرفش شنو الدوسي. بون جيت روحت للدار لقيت استدعاء للجورجاني فرقه مقاومه الاجراء باب 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 تقولش طيحت على شورب. سالت انا بون كم عندي علاقات، قالوا لا مش جي شاهد. جيت شاهد، جيت شاهد، كانوا مطربين متخلقين كانوا ممتازين. امتى قالوا لي بربعتين تليفون، شفت عم بي تليفون، قالوا خويا السيد القاضي. بعد مشي يا زمان مزيان مشيت قابلته السيد القاضي، رجع لي تليفوني وكان متخلق ومتربي وكان راقي ايضا وتحيه ليه سي عامر عامر اللوس. ايش ني حكايتك؟ قال لي لي في الاخر عرفت علاش يتصور يحبوا تليفوني نجلول هذا يمشي تترستان ويمشي الروس يمشي للصين يمشي للهند. شني علاقات السيد هذا؟ بالك اخويا تخابر مع الاجانب، لقاوها طريقه باش يفركسوا في التليفون. باش حط تليفوني لان شوف خلافهم اللي حكوا فيه في العباد لا ينجموا يخترقوا لا الواتساب ما ينجموا كان يجيو لك كي ياخذوا يتبعوا ويبوث فلووه ولا ما نعرف قاو فيه برشا حوايج. اعطيتهم تليفونك وفلووه؟ اعطيوه فلووه قعدوا شهرين يفلوا فيه، شهرين تليفونك قعد عند فرقه مقاومه الاجرام خرق العاده باري تفرد. ما عندي ما نخبي. فسخوا منه حاجات ولا فسخوا منه حتى رجعوا لي عاد عزيزتو صلاح ما في ميسان. اما شوف انا ما عندي من خبي الكلام اللي نكتب فيه نقول فيه هنا في البلاتوات جنريان كشي نيجي جلو. وانا سمحني وانا سياسي راه نقعد مع الناس كل، نقعد مع الناس من هذا نقعد مع الناس من هذا، ما نذكر انا سياسي ونحكي مع الناس كل. بقينا الخايب وهو البلاد عندنا مؤسسة أمنية راقية وعنا معناها مخابرات راقيين مشاو بالوشاية تو مازال رجعنا الوشاية اكس 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 جريك تو كلام تو رجعنا الوشاية بيه.